بموجب إذن بالتفتيش الصادر عن النيابة تم وضع خطة محكمة وتشكيل دورية مدعمة بأفراد فرقة الأمن والتحري والتنقل إلى عين المكان ومدامة محل تجاري، أين تم توقيف 4 أشخاص مشتبه بهم وحجز كمية معتبرة من المعدن الأصفر تفوق 12 كيلوغرام، مبلغ مالي بالعملة الوطنية يقارب 800 مليون سنتيم، ومبلغ مالي بالعملة الصعبة بقيمة 900 دولار، 6 كاميرات مراقبة، سلاح أبيض، حاسوب محمول، وسيارتين سياحيتين.